اهلا بيكم في قناه 5 minute practice، معكم خالد محي الدين وفيديو جديد من سلسله معلومه على الماشي. في الفيديو ده هنتكلم عن اكتر واهم 5 جمل ممكن تستخدمهم كل يوم. يلا بينا. اول جمله معانا هي جمله في منتهى البساطه والجمال، وهي بسم الله. تقولها ازاي بالانجلش؟ in the name of Allah. in the name of Allah، يبقى بسم الله in the name of Allah. طيب لو عايز تقول لحد بقى السلام عليكم تقولها ازاي؟ peace be upon you. peace be upon you يعني السلام عليكم. فلما حد يرد عليك يقول لك peace be upon you too، يعني وعليكم السلام، اللي هو to يعني انت كمان، ف peace be upon you، فترد عليه تقول لي peace be upon you too. طيب ممكن نشيل كلمه be خالص ونقول peace upon you، فتقول لي peace upon you too. ودي ليها استخدام تاني لما بنيجي نذكر اسم اي نبي من الانبياء، بنقول عليه السلام او عليه الصلاه والسلام، فدي تقال برضو بنفس الطريقة peace be upon him. طيب في عز ما انت صايم يجي صاحبك اللي بيقلش عليك ويقوم رزعك قلشة تقطم وسطك على طول، فانت تبص له كده تقول له يا ابني وتخلينيش افطر عليك. طب دي تقولها له ازاي بقى؟ تقول له don't force me don't force me to break my fast because of you. don't force me يعني ما تجبرنيش to break my fast يعني ان انا افطر او اكسر صيامي because of you بسببك، ما تخلينيش افطر عليك، يبقى don't force me to break my fast because of you. طب يجي بقى صاحبك التاني الرخم يقوم مرخم عليك، فانت تقعد تديله موسوعه شتايم وانت صايم، تقعد تشتم فيه تشتم فيه تشتم فيه، في الاخر تقول له اللهم اني صائم، اللهم قوي ايمانك. دي بتتقال God knows I'm fasting. God knows I'm fasting. ودي الجمله المعادله للهم اني صائم. جه وقت الفطار وكلت وشبعت وخلصت بقى خلاص على الاكل وبتقول الحمد لله، تقولها ازاي بقى؟ praise be to Allah. praise be to Allah. بس كده دول كانوا الجمل بتوع النهارده. وبعد كده المفروض لما ابدا الفيديو بقى اقول in the name of Allah قبل ما اعمل اي حاجه، ويجي الراجل بقى اللي عمال يزمر لي من الصبح ده او ما انا قايل له ايه don't force me to break my fast because of you، تخلينيش افطر عليك، اتعصب اكتر واكتر وعمال يزمر ومش عايز يوقف خالص، ويجي واحد غيره عمال يزمر برضه اقول ايه God knows I'm fasting، واهدى كده اللهم اني صائم، يخلص الفيديو الحمد لله اقول ايه praise be to Allah. بس كده ده كان الفيديو بتاع النهارده. ما تنساش لو الفيديو عجبك لايك وسبسكرايب لو انت بتتفرج وانت لسه مش عامل سبسكرايب، وشير عشان اكبر عدد من الناس يستفيد. سلام.